أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الأعزاء في مقطع جديد وفيديو جديد، حياكم الله. اليوم عندنا شرح، أو عنوان الفيديو شرح لحدث العودة إلى البحارة. طبعا هو حدث مثل أي واحد، مثل أي حدث، حدث مجتمعي نزل. طبعا اللي فات على الرسائل وقري شو مكتوب، مكتوب: تحياتي أيها القائد، احتفل ببدء العام الدراسي مع حدثنا الجديد العودة إلى البحر، انضم إلى لاعبين آخرين لإكمال الهدف المشترك وكسب جوائز قيمة. تمام. طبعا حاطين لنا صورة هنا مثل ما انتم شايفين، بحارة واقفين على سفينة ومعطين التحية أو استعداد التحية. تمام، ما علينا. المهم الحدث هو عبارة زي كل حدث، تمام؟ عندك أول مرحلة يوم مميز، ثاني مرحلة صورة رمزية. يا باي شوف الجمال، جمال جمال يا سيدي، جمال. صورة رمزية حاطة لنا بنت لابس لباس بحري وإلى آخره، وهي طالبة ممتازة ورياضية، وقد اختارت مثل عائلتها حياة مرتبطة بالبحر، إنها طالب في أكاديمية البحر، في الأكاديمية البحرية. طبعا لأنها لغة عربية، فهاي خابطة بهاي وهاي خابطة بهاي، فهم مصفطين الكلمات. تمام، هاي أول شيء. ثاني شيء عندنا علم، تمام، علم يحمل شعار الأكاديمية البحرية المتحرك ويرمز إلى الشرف ونبل طلابها. لك عاش. عندنا المرحلة الرابعة، عندنا لقب وهو الملف الشخصي للاعب متاح التثبيت الذي حققه مالكه من خلال الحصول على درجات ممتازة في الأكاديمية البحرية. لقب يسلط الضوء على الإنجازات المتتالية. لك عاش. طبعا عندنا المرحلة الخامسة وهو مدفع، وإلى الآن الشباب ما جابوه، حتى المطور ما أرسله، وهو حدث عفوا مدفع أمريكي من عيار 155 ملم. تمام، وهو أسطوري، الندرة أسطوري، تدريبي ذو عيار كبير، يستخدم لتدريب أطقم القتال على تشغيل مدافع الكهرومغناطيسية. لك عاش. الوصف ما في الضرر 9750 للقذيفة الواحدة، إعادة التلقيم بقعد 4.9 ثواني، يعني 5 ثواني بده. المدى 17.33. بس أشوفه كدمج مستحيل يعطيك إطلاقة واحدة، فإجباري راح يعطيك أقل إشي إطلاقتين أو ثلاثة. فدمج أنت أحسب أقل إشي عندك 20,000 كمدفع. كإعادة تلقيم كل 5 ثواني عندك ما يقارب، خلينا نقول 20,000 كل 5 ثواني، يعني مدفع محترم يعني. بس انت 3 اطلاقات عندك، اقل اشي عندك 28,000، 29,000 دمج اذا 3 اطلاقات. تمام، كل 5 ثواني وضعه لوز ومداه حلو. المشكلة المطور بعده ما وداه، تمام، بعده ما وصل المدفع لو وصل كان حطيته وفتت فيه تدريب وشفناه دمجه، بس بعده ما وصل المشكلة. فحبيبي والله شايف ما وصل، ما وداه اصلا، مش ما وصل، لا ما وداه، بعد ما بعثه. تمام، طبعا انا سيرفر اسيا، بجوز بس اجي انزل فيديو يكون خلص جابوه الشباب الطيبين، بس انا سيرفر اسيا، بجوز سيرفر اوروبا جابوه. المهم كحدث مجتمعي كمدفع مجاني للكل، فيعني حلو. بتقول اطلاقة هي 28 29,000 كل 5 ثواني ومداه حلو، مدفع محترم خلينا نقول، لانه مجاني يعني نازل لك مجاني. هذا بالنسبة للحدث العودة الى البحار، هذا كل شيء بتضمن بالحدث ان شاء الله تعالى، وبداية خير. وما دامني بلشت يعني، فاحنا نقول ان شاء الله تعالى بداية خير ان شاء الله تعالى، كل يوم او يوم بعد يوم فيديو، بس الى الان ان شاء الله كل يوم بعد يوم، يعني امبارح نزل فيديو، هاي اليوم فيديو، وان شاء الله تعالى بكره فيديو، اللي وراه فيديو، الى اخره ان شاء الله تعالى. الى هنا ينتهي الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا، كان فيديو سريع
تمام، بس عن الحدث، وان شاء الله بداية خير وبداية خير، احنا نقول خلاص بداية خير ان شاء الله تعالى. الى هنا ينتهي الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا منه، كان فيديو سريع لطيف جميل جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.